هو عام التحدي، ويجب أن نتحدى دون خوف، سواء على صعيد العمل الدبلوماسي والسياسي أو ما يقدمه الآن شبابنا بالحجر والسكين، بما فرض الفلسطينيين رقما صعب في معادلة الصراع مرة أخرى. أولا، إحنا الآن بصدد ظاهرة اسمها المقاومة الشعبية السلمية. كيف؟ هؤلاء الشباب فتية آمنوا بالله والله حبهم أخذهم عنده، لكن جنازاتهم أكبر من جنازات الزعماء، والتعاطف معهم كبير جدا.